عليه الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله تعالى في جميع مقاصدك. محمد وعلى آله أجمعين. أو البعث أوقات أنا أو خمسة أوقات لا تصلى فيها بلد. أوقات مكروهة بينز وقت كان بلد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكره الصلاة بلد. عند الاستواء وشرور جتنا واضح عثماني إشتان أو تنمشين وران النبوة أو النبوة بركاق معا أو لو اقتداء سنة دقل نفلش النفل مطلق بلد. نفل مطلق لو كاتبك خرافة وإن ضاق وقته بلد. أه وإن ضاق وقته أه ولو وقتك شي زي خدبي أه كم بي يعني كم بي بلد. أه كم بي أه بلد. أو استواء لأنه يسع التحرم خباي هاندي هبري الله أكبر بلد. أه هر خرافة أه للنهي الصحيح عنه بلد. هم رجع خرافة إلا يوم الجمعة إلا رجع الجمعة نبي رجع الجمعة إلا أو كسيك الجمعة إذا كان أقل ما رخوش بها الويها وشي إستا ولو لم يحضرها بانس الجمعة أجل ما رخوش برجع الجمعة وقت استواء مجلس من البكاء درستا لحديث فيه حديثك هيا حديثك شتيرا هيا لحديث فيه لكن فيه مقال لكن فيه مقال بان حديثك اش قصيد الحق كرايا زور بقوة نية إلا أن يكون قد اعتضد إلا اعتلات كرا بحديث مرسلة حديثك حديث مرسل إيش أقر تقوية كرا هنجي عملي في ذكري أوش لوانا بقوة بي وبعد أداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس لأنه عليه الصلاة والسلام استحب التبكير تبكير إليها لا وش غلط تكبير تبكير تبكير يعني زبر يعني زبر وبن تبكير يعني زبر هذه التبكير ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام. لذا في غنبه صلى الله عليه وسلم فرمتي شنو مزقفتي روج الجمعة. هانو جامك هانو جامك حتى إمام داز بخطويتك. سبع سي استوائي ناكل يا خوش من غير تخصيص ولا استثناء. ما هو هي وحاشد يعني. أو حديثة هي. أو حديثة هي لكن أنت وش هي؟ دا شيبينيكا دا شيلوانيكا هي. قال بحسي استثناء يا حديث سكا حديث سكا بحسي الجمعة إذا كانت أنا تود سي زود سي زود سي دسي نوجد نوجد كين نوجد كين حتى إمام قال وقت استواء قيدنا بلا خبر أويك بلا أويك أويك وبعد أداء فعل الصبح بلا خبر لباش نوجد سبيني بلا أو أوي أول بحسي فعل إني ها ببيرد بي بلا أو استواء إلا درين استواء خرافة أو زاري وبعد فعل الصبح بلا نوجد سبيني بلد. حتى تطلع الشمس حتى الروش هردي اوش خراب مش بخلاف ايه قبل فعلها بس اذا ايش تنميش السبين اذا نكرت به فيجوز النفل مطلقة هنجي ندرستا ايش حسابين الا اذا نميش كتكر او بعد الفعل او دو ومن طلوعها او زالين روش هرات حتى ترتفع الشمس كالرمح حتى عندي الرمش برندبي طوله نحو سبعة أزرع تقريبا حوض زراع دكا زراع دوبستا دكا تساعد بس بران وش الرمح أشياء في الرأي العيني لبيت سامن تو ديارة وإلا فالمسافة طويلة أجنا كارويني الرمح يتسو عارض وقلب قلب دول دريش
سواء أصل للسبعة أم لا. أبزا أول شيء روش كبرن بو حتى روش برن دبيم أو على قيد قرن يشينين وجد كردبي أنا كردبي بلا فاتي بنجوني أول أول لدو فعلية وبعد أداء فعل العصري أو زاري أول على قيد قرن يشين ويجا عصرة كرد ولو لمن زمع تقديما بعد زمع التقديم إيش كردبي نجني ورانت كرد لدو عصرة كرد أبزد درسنية سنة عم بكي حتى تصفر الشمس حتى روج زرد على دقر اللو أوابون بخلاف قبل فعلها برنهش لانوجع أسرد نكرد بي أوش فيجوز النفل مطلقا ومن الإسفراري أو زاري وشي زرد يجب الروج دي سان درسنية حتى تغرب حتى عواد بي أولو شيء لمن صلى العصر ومن لم يصليها نوجع أسرد كرد بي عن نكرد بي لباش زرداتي حتى روج عواد بي هل خرافة؟ فالكراهة كراهة تتعلق بالفعل متعلقة بفعل كيف في وقتين لدو وقتان يكتش بعد فعل الصبح بو يك بعد فعل عصر بو ودو فعل وبالزمني أدي أي متعلق ببكات في ثلاثة أوقات سي وقتو سي وقت استوابو استوابو أو يك أي أي حتى ترتفع كالرمح وبعد العصر وبعد العصر حتى ترتفع الشمس كالرمح ودو واسفراري حتى تغرب اوسي اوسي عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس والعصر حتى تغرب اوسي بعد الفعل او متعلق بفعل الدوكات اي متعلقه بزمن السكات كما تقرر هذا الشيء كما يتوى كراهات دون نوعه كراهاته تحريم يعني قناعه كراهاته تنزيه او يزور مشهورة درين او خراب او يعني قناعه او شيان كراهته وهي للتحريم قناعه سنة لو قرر بك لو بينسكاتي وقيل للتنزيه قيل شديد لنا كراهاتي تنزيها وعليهما لسهود اقسان ستحريم بي ستنزيه بي لا تنعقد نوجكت قبور نيا لو لو بناخذ لو كراهات برم لقلب وصفه بحقوية قبور بي لأنها لذات كونها صلاة إلا لبن وجاتيا نهي كان نوجكيا نهي لذاتي لخد نوجكيا يعني نهي لذاتي بي معنى بك قبورنيا وإلا أجر إلا لبكاتبا لحرمت كل عبادتي دبا هم عبادتك قلبا كاتك هيبا كاتك خراب دبا غير نوشش هم عبادتي ديش دوز نبي يستدر نوش خراب نوش خراب وهي اي او حرامات يش تنافي الانعقادة وهي كراهتي لبزاتي كراهتي ذاتي تنافي الانعقادة دقا انعقادة رقناكوي إذ لا يتناولها مطلق الأمر مطلق أمر شموري كراهتنا كاروش يتزمون زامعي ويبا والا اگر امر شمول كراهه تبقى كان مطلوبا منهيا عنه من جهه واحده ليه شنو يكون مطلوبه مطلوب ايش لبا امر مطلوبه لبا كراهه منهي عنه بليل جهه بيوشنا هو محال كما هو مقرر في الاصول واصل ذلك ما صح من طرق متعدده انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الأوقات مع التقييد بالرمح أو الرمحين في رواية أبي نعيم في مستخرجه على مسلم أبو نعيم حديث مستخرجه لسى مسلمين قوتيتي دو رمح أما قوتوان يقرمح قوتوان يقرمح لكنه مشكل بلن أويك أمر مكمان لها القرد مشكلة زمك الرواية كيدر الدورم بما يأتي في العرايا لبيع العرايا بعض ذكي أنهم عند الشك في الخمسة أو الدوني أقا إشكال ينبوم داخل بيع العرايا درست بيع العرايا لو فقيرا بزايز دلها بزايز دلها قسم الرتابي بقسم هشك بدي وبيع العرايا قوي درسنية برام لو فقيرا بزايز دلها أو زين لو تسندي درستا لخمسة أو سوقي وبها لو خواردني بتجارة بينك أقا قمارت أو لخمسة أو سوقي أبيد نزاني نخمسة أو سخا نكم ترى لخمسة أو سقيم أخذوا بالأكثر وهو الخمسة قد إدانات الله خمسين لها القرب ردرسنية احتياطا
إذا ما دام ليرة بلا زيادة عن هرجر ليرج بره رمحيني زيادة يكلي هرجر فقياسه هنا امتداد الحرمة للرمحيني لذلك ها لا لا واقياس هذه دبي ليرج أو هابي أقا قياس بكم أقا قياس بكم أم قياس منكر أم قلت يجرم أبز أقا قياس بكم حقها برم دور بشري على هابي أخذوا بالأكثر وقد يزاب لو ما نهيت زواب دينه بأن الأصل زواز الصلاة وشعرايني عرار بيديع هذه هو أصل ويد زواز بي إلا ما تحقق منعه إلا هذا محقق بمنعك محقق كشي للرمحة كي محقق لدوان محققني عمل بأقل لكم وأصل زواز وحرمة الربا حرائي الربيداء الربيداء أصل ويا حرام بي إلا ما تحقق حله إلا أقل معلوم بحرارة أو زبيك أو زماد ما بي فأثر الشك هنا الأخذ بالزائدي لبيع العرايا أخذ بزائدي قماني هيا فينز بي قمانا تعسير ذكا هنا يعني اللي يرى معنى دروس نية دروس نية فأثر الشك هنا هنا لبيع العراياي هنا ناجي هنا في بخبر العراياي وعافتك لو اندري بخودري فأثر الشك هنا لبيع العراياي الأخذ بالزائدي أخذ بزائدي تأثير ذكاس أصل حرمته أدي وثم الأخذ بالأقل وثم ليرانا أويدا مديني مانجو لا 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 رمحي للرمح كي أقل كمان لهرقد عملا بكل من الأصلين فتأمله ومع الإشارة إلى حكمة النهي ومع الإشارة قلت مع التقييد قلت مع التقييد بالرمح أو الرمحين لحديث سكيهبو ومع الإشارة إلى حكمة النهي أعتبر السويندري حديث سكا أول شيء تدايا داخل لو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كردي لو بينز أوقاتي حكمة كيسية بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان روج هردي أواد بيو هردي لبين هردو قوتس الشيطان هردو قوتس الشيطان إذا تروج سازدد لو كاتبرد كأنما تسازده لو شيطان دبي وحينئذ يسجد لها الكفار كافر لو وقت سازده لو دبن أقاتو بسي ولو خروا لقبل محمد دكي برا موافقي أو كافر دكي كواس سازده لو شيطان دبن إذا باشم لبين هردو قرن الشيطان معنى يتسيا روج أول إيري لو قرده ملا عمري هرديو ليرانش لمقلوب آوادبي لو قرن الشيطانية دلو معنى كونها بين قرنيه وفاقا لزمع المحققين وإن نازع فيه آخرون ولو زور نزاع إشان كدير أقصي وأطال ابن عبد السلام في الانتصار إلى أنه تعبد المحض دلو فينا أو علتي ببينيه تعبده في غمر خايف الموتين ميكا وخلاص لبين قوتس الشيطانية فينا يبزان معنى يتسيق قوتس الشيطانية وأنما أبدي لها من الحكم الكثيرة أو حكمتان كقوتيتيان كلها غير متضحة زور أشكرانينا بل متكلفة زور عزيتي أنت داهية وقد نهينا عن التكلف أما نهي من التكلف كراية أو زمعنا كيسيا ومعنى ومبتدا أنه كيد وهي خبرتي يلصق ومعنى كونها بين قرنيه وفاقا لجمع المحققين وإن أزع فيه آخرون وأطال ابن عبد السلام في الانتصار إلى أنه تعبد محض وأن ما أبدي له من الحكم الكثيرة كلها غير متضحة بل متكلفة وقد نهينا عن التكلف أو معنى يسيا أنه يرسق ناصيته بها شيطان دسي نسواني خبروش ودني حتى يكون السجود عابديها سجودا لها سجودي عابدي الشمس عابدي الشمس دبتاع عبادة لو شيطان همو دمشي هالمكروها إلا لسبب أقا سببك هبي لم يتع سبب هبي أو سبب هبي وشي تحية المسجد وسنة الوضوء وأنا السبب يعني أو قيدناك إلا لسبب صلاة الضحى دكتور قربان أدي صلاة الضحى إلا لسبب لا صلاة الله أبو خير لو كانت السنة الدنيا إلا لسبب لم يتحره كابرج بخصوص النسي بلدي إخوة هنجيني
برزارين مجنا كان باو بي حتى بتكاتي مكروه هو معلم الملانه ذاك الشريعه ذاك هو نابي او سببش متقدم على الفعل او مقارن له سببك تسمى متقدم سمو مقارن بفرق يعني الا متاخر بنابي وش تسب كفائته فمقارن رفع لك ومقارن او مقارن لا وقت دزنيش شو تبي قرآن ها لا وقت دزنيش شو تبي والله دزنيش متقدمة قد دخول المسجد بي دخول المسجد بي بروح إني قبل خوي بعسينك تما شايشي لك تما شايشي لك مقارن كيف يبدأ الشرح من هذه؟ الشرح من هذه؟ أو تشتي زور دالي، زور دور من دالي هم فقيرا مثلتك إلا لسبب غير متأخر إذا كان متقدما أو مقارنا ذلك الكسوف والاستسقاء بالنسبة للوقت الكراهة كسوف استسقاء السبب كان مقارنا رجلان أو ذلك أميش باران متقدمش ديالا كفائتة إلا لسبب كفائتة مثل فائتة نجد وكابرة ولو نافلة اتخذها وردا ولو سنة يجبه كلبية ورد لأخوي بك عادتي بي أو وردي يتسو لو كانت خرافة نبيك لو دزاني سببها بقيدناك لصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر سنتي سنتي نوراني باش عصري كردية باش نجي عصري كنجي لما شغل عنها وشي في نكرة في نكرة نجي 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 عصري بكا لما نجي سنتي سنتي نيوروبكا مشغول لو سنتي نيوروبي سنة الظهر بعد العصري باش عصري لما شغل عنها دبي دقى شغيلة عن هاي دقى الظهر دابي الظهر كيف نكرا؟ سنة الظهر بقى عصر كشي باشي نجي سنة كشي باشي نجي عصر بقى أو ذكى سكبري أو خاصي بيغنبريا خاصي بيغنبريا صلى الله عليه وسلم سنة أولو اختصاصي ويا قال كاتا شي نجي كده بلو كاتي أو كاتا أو زاري باشي عصر كد باشي عصر سنة نوراني كد لوي هوا هم باش عصر سنة دكرت حضرت لوي هوا وشين سكيتو وكو قضاي كردا وباش عصري لو كاتي باش عصري هم زار سنتي دك او خاصيه بيغمر يا صلى الله عليه وسلم استعملت النبي باش عصري سنتي بك او اش دري والمختص به او كخاصي خوشويستيا ادامتها بعد لا اصل فعلها ادامتك خاصي بيا نن اصل فعلك اصل فعل خاصي بنيا ابن توج استا اگر فائته مان هبي له وقت يمكن قيدنيا بس اذا ما كان بك او زاري علل غير واحد اختصاص هذه الاداء هذه الادامه به صلى الله عليه وسلم او ادامه خاص في غنبري صلى الله عليه وسلم لو كسان دينيا لو بانه كان اذا عمل عملا
اگر عملت چکرده با یحاوم داوام علیه دبا دوام لسبکا هر عملت چکرده با دبا دوام لسبکا ای اوش عملت بو پاس عصر کرده عبادت بو دبی اوش دوام لسبکا لوی لوی بوا لوی بوا اختصاص ويرده بل ان اقصي ردكاته ما ياتي في معنى الراتب المؤكد وغيره لو روحي ودريم راتب دون نوعيها نوع شيء مؤكد نوع شيء غير مؤكد مؤكد معنى يسيا يعني زور اثنين كذا كرديتي هذه غير مؤكد زار زار كرديتي بردوام نبغى الزديار هر ايش شيء او بكبر دوام نيا التازه قلت هر ايش شيء او بكذا بردوام بي او اختصاص سويها هذه لولا موضوع دلين راتب على قسمين نوع شيء مؤكد نوع شيء غير مؤكد مؤكد او زور بردوام بي غير مؤكد او بردوام نبي او هيك وما جاء في روايه انه صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصبح وجلس بينك الى خوي واغانها قضى سننها اي قضى سنتها سنتي سبيني قضى كردوا ولم يداوم عليها سدوا مشي نكر تازو قوتد هر نجرش او لكادش مكادا ببردوام بلوه لباش عصري بو بردوام ادي لو سنتي سبيني باش روش هراتي وشي قضى كردوا سبلا سبردوام جنبو وبتسليمه اقلوش بسلمين ايشتي او بكادا ببردوام بي فمعنى داوم عليها خو داوما معنى ونيا حتى عمري هر 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 ديكر ديكر أنه كان لا يتركه إلا لما هو أهمه ترشي ندكر إلا أقر إيش شيء مهم تري هاد بابيشي أو لبيان الزوازي يعني لو يترك دكر معنى زائزة قان قو نشكن قيدين يا أو يك أو زاري قلت من ويرده ما يأتي ويرده ما ذكره المتكلمون هو شرع فلسلمي أو أنا متكلم لتصف الخصائص باسي خصائص في غمر ينكري صلى الله عليه وسلم سي خصائصك أن منها مداومته في هذه السورة يكشي أويك باز نجع عسر بردوام لسا سنة ولم يتعرضوا لما سواها سبع سي أوي النكر يا برين هرسي حزلت بكاء إلا دبي بردوام بي أو بحسي النكر ووضع الخصوصية إذا ما دم وضع الخصوصية تيش أويا كدين خاصي في غنبري معنى سي خاصي بيها حرمة المداومة فيها على أمته معنى لو أمته بحرامة وإباعتها له بزلو بحرارة هر أوان على ما صرح به كلام المزموع أو ندبها له يعني لو مندوبة على ما نعقله الزركشي أو زي ينبو إباعة ينبو مندوب نبو واجب للسلوي دبي إلا بردوان بي وعليهم ها لسر أود الرأي كلام مجموع إجدال إمام النووي يان مباح يان مندوبة فتركه صلى الله عليه وسلم للمداومة لا إشكال فيه بوجه فتأمله وصلى الله عليه سيدنا بخويا كيفاش تحلك؟ بخويا كيفاش تحلك؟ تخوان لو بينش كان صاحبش يعني برسي سنت في غنبر صلى الله عليه وسلم شكارة قلتي فرمي سألت عنها خبيرة قلت السؤال اللي هيك شو كان زوج خبير صار زين شو تاكم هيا هم بقوم جملة في غنبر صلى الله عليه وسلم ما تازو السنة دري بس وش سألنا عنه خبيرة قلت ما دام إيش تكتك نوعي عنده هم يشلوا عندك هذا خوي بخوي هذا خبيرة. بخوي ده بخوي ده. سألت عنها. برجع قاعد على الموضوع كيف؟ هذا مستقر بابي. هذا تيسمى فرمي إني حفيظ عليم. ما نفهم.